بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بكم على قناة الصحة والجمال، برنامج زينة الحياة، لاستكمال ما سبق أن تكلمنا عن أسباب وعلاج الإجهاض المتكرر. في الحقيقة أن من بعض أسباب الإجهاض المتكرر ممكن يكون فيه أورام نفية أو أكياس على البيبان. الأورام اللي فيها دي موجودة في نسبة عالية جدا من السيدات بين 20 و40، ممكن تلاقي 15 إلى 20% عندهم نوع من الأورام اللي فيها صغير أو كبير. جزء كبير منهم بيبقى في مكان في الرحم بحيث إن الست متشتكيش منه، وممكن ياخد حجم كبير يكبر وهي لسه مش حاسة بيه لحد ما تحس بانتفاخ في البطن. فعشان كده الورم اللوفي، مش كل الاورام اللي فيها الست بتحس بيها، هو في ممكن يكون صغير قوي ويكون تحت البطانه ويعمل نزيف ويعمل لخبطه فالست تشتكي. فالورم الليفي ممكن يظهر باي طريقه، ممكن باي طريقه. الورم اللوفي ممكن يظهر مفيش اي شكوى، اكتشف صدفه الفحص، وخصوصا في حالات تاخر الانجاب، جايه بتدور على الانجاب فاكتشف ان عندها نوع من انواع الورم اللوفي. فممكن اول تشتكي من حاجه خالص تشتكي من حاجه ثانيه خالص وجايه وبعدين نكتشف ده. ممكن قوي تشتكي من لخبطه في الدوره، ممكن تشتكي من نزيف بين الدورات وبين بعضيها، ممكن بتشتكي من ضغط على المثانه، ضغط على المستقيم، ممكن بتشتكي من ان بطنها كبيره شويه، كبرت شويه، يعني شكاوي متعدده، وجع في الظهر، احتقان في الحوض، انواع متعدده من الشكاوي. عشان كده هي يعني حاجه متعدده الشكوى، وممكن تشتكي من حاجه خالص، يعني على النقيض ممكن تشتكي من حاجه خالص. طب ايه اللي عمل كده؟ ايه اللي خلاه على مساحه كبيره قوي من طرف ما تشتكيش خالص الى طرف حجم صغير وما هذا تشتكي؟ مكانه وحجمه. فالورم اللوفي بيطلع من العضلات بتاعه الرحم، من الطبقه الوسطى في الرحم، هو معظمه عباره عن الياف وفيها عضلات، والاثنين بيلفوا مع بعضهم في نظام كده بديع، يعني سبحان الله بالعمزين بتمسك بصله كده ونقسمها نصين ونشوف الطبقات بتاعتها، بتبقى الاخر عامله زي الطبقات دي كده، يسمى ورن قبلها، انسان عامله زي دورانات كده، جزء منه عضلات وجزء منه الياف. فاذا اول ما يبدا ممكن يبدا في وسط العضلات، يبرز، ممكن يستنى زي ما هو كده وممكن يبرز لجوه او يبرز لبره. اذا برز لبره يبقى ده طالع ناحيه الغشاء البريتوني، وده ممكن يتم يبرز لحد ما يبقى له عنق ويبقى ويكبر، واللي عنده عنق ويكبر ده ممكن ده يبقى كبير قوي، ومع هذا ما فيش شكوى في الدوره، ما فيش اي لخبطه في الدوره. وممكن يبقى يبرز ناحيه الداخل، يبقى تحت البطانه، فيبقى صغير لكن ياثر، لانه ده بياثر على بطانه الرحم وهو بياثر كمان على الحمل. واذا طلع في عنق الرحم ياثر على عنق الرحم لانه يغير شكله ويمنع دخول الحمل المنوي، فممكن يكون سبب من اسباب تاخر خلفه وسبب من اسباب احتقان الحوض. لا، غالبا بيبقى مصحوب بحالات متعدده من امراض النساء، ممكن بيبقى مصحوب بارتفاع في ماده الاستروجين، ماده الانوثه اللي معاها دايما الاورام اللي فيها، ومعاها البطانه المهاجره، ومعاها التكيس المبايض، يعني بتبقى ومعاها زياده طبقه ونمو طبقه الغشاء الوطن للرحم. فعشان كده بتبقى مجموعه امراض ممكن تبقى مرتبطه ببعضها ومتواجبه مع بعضها، موجوده مع بعضها متواكبه في وقت واحد، ممكن نلاقي كذا حاجه مع الورم اللوفي. عشان كده ما تبقى شكوى جزء منها ممكن الورم اللوفي وجزء منها للمصاحبيه للامراض المصاحبه للورم اللوفي. من ضمن طبعا العلاج التقليدي ما فيش شكوى وحاجه صغيره بنسيبه في مكانه ونتابعه، لكن لو كبير او له اعراض صغيره او كبيره لازم نشيله. كنا زمان ما فيش لنا وسيله الا ان احنا فتح البطن وخلاص، دلوقتي اصبحت وسيله سهله ومطروقه
وان احنا بنشيله بالمنظار، وزينا اتعرضنا للبطانه المهاجره، وتعرضنا للكيس الدموي او اللي هنقول عليه الشوكولاته، كيس الشوكولاته الشوكولات سيست اللي موجود، ممكن نلاقي اورام نوفيه، ممكن نعمل لها كي، او ممكن نشيلها عن طريق المنظار. اذا كان صغير فبنطلعها بسهوله، اذا كان كبير ممكن نقسمه كذا حته ونطلع كل حته لوحديها، او ان احنا نفرمه ونشفطه بالجهاز الخاص بذلك. فاصبح دلوقتي علاج الاورام اللوفيه اسهل بكتير، ومش محتاج زي كل الحالات، مش محتاجه كل الحالات لفتح، لكن في بعض الحالات لازم يكون فيها فتح. لو كان طالع في عنق الرحم، لو كان في الخلف خالص بالنسبه للرحم وقالب الرحم اللي ورا، ممكن قوي ما نقدرش نجيبه بالمنظار، يبقى في الحاله دي يبقى قدامنا فتح. يبقى مش كل الحالات نقدر، الكبير قوي ده برضه ما نقدرش نشيله بالمنظار. لو كبير قوي قوي فوق طاقه المنظار، يبقى في الحاله دي نعمل عمليه الفتح. ان احنا يعني تعرضنا كتير قوي في اثناء الكلام لكلمه منظار، فربما حد يسال ايه معنى منظار؟ المنظار كلمه منظار يعني شيء نشوف بيه، اي حاجه نشوف بيها نعتبرها منظار. طيب لو كنا احنا بنشوف منظار عاوزين نشوف تجويف في البطن، يبقى احنا محتاجين لاضاءه، لان تجويف في البطن مفيش اضاءه، ومحتاجين لهواء يدخل عشان ينفخ البطن ويبعد الامعاء ويدينا مساحه نشتغل فيها. عايزين عدسات متكرره عشان نشوف منها، ومن خلالها نقدر نحدد الحاجه اللي هنشتغل فيها وتدينا نوع من التكبير. محتاج اجهزه ندخلها عشان نشتغل بيها. يبقى عشان كده بنعمل 3 فتحات، فتحه منهم تقريبا سنتي تحت السره، دي اللي بندخل منها المنظار، ومنها الاضاءه والهواء، وممكن الفتحتين التانيين بيبقوا على الجنب، ودي فتحه نص سنتي وفتحه نص سنتي، دي بندخل منها الاجهزه والالات اللي بنشتغل. حبينا نكبر اي واحده فيهم نحتاج لتكبيرها بنكبرها، لكن على العموم غالبا ما بينزلش على 3 فتحات دول، وغالبا بتبقى حاجات صغيره ما بتسيبش اثر كبير. وبنعمل كل العمليات اللي بنشوفها ودخلنا جوه البطن وشفناها واشتغلنا فيها بالساعه وساعتين وثلاثه من غير ما نفتحها، وما تعرضناش للمضاعفات الكبيره والتليفات اللي كانت بتحدث لما يحدث في عمليه فتح البطن. فانا عمليه فتح البطن كنت لازم افتح البطن واخش جواها عشان اشتغل، دلوقتي انا اقدر اشوف البطن واشتغل فيها من غير ما افتحها. في حالات دي، في حالات البطانه المهيئه، في حالات الاكياس التكيس المبايض، في حالات تاخر الانجاب عموما، في حالات الاورام الليفيه، في حالات لو ما هيبقى في لولب ومتروك ودخل جوه الرحم وطلع منه من داخل الرحم الى خارج الرحم وثقب الرحم، ممكن قوي ممكن لو حصل فيه ثقب في الرحم ونزيفه عايز اقدره، ممكن بدل ما افتح البطن ممكن اعمل منظار وابص اذا كنت احتاج لفتح او ما احتاجش لفتح، ممكن اعمل كي او ممكن اتصرف واقف النزيف، وده بيبقى يعني سهل، اسهل عليا واسهل على المريض من ان انا اعمل عمليه فتح كبيره. ممكن انا اشتغل كتشخيص، وممكن علاج، وممكن ان انا بعمل حاجات كثيره بالمنظار كده، نشتغل حاجات بالمنظار، اشيل ورم على الغدد الليمفاويه، اشيل غدد الليمفاويه، اشيل الرحم كله على بعضيه، ممكن قوي اشيل الرحم كله على بعضيه، يا اما كله مع بطريقه المنظار، يا اما بمساعده فتح المهبل. انما المهم ان انا هشتغل في المنظار، وعلم المناظير كل يوم عمال بيزيد، واحنا بنسميه منظار بس. وفي لو دخلنا بنفس المنظار بس قطره اصغر شويه، ما نعملش بتحط البطن حاجه، ندخل عن طريق عنق الرحم الى تجويف الرحم، ونشيل شويه التصاقات، نشيل حاجز، نشيل اي تشوهات في الرحم، بنسميه منظار الرحم. وفي منظار الانابيب برضه، الانابيب ممكن منظار صغير او ندخل ونحط فيه زي ما قلنا البويضه المخصبه او البويضه لوحديها والحيوان المنوي، البويضه المخصبه او الجنين ممكن نحطه داخل الانبوبه بمنظار الانبوبه، وممكن ادخل بالمنظار عشان اشوف هي مفتوحه ولا لا، فده اسمه منظار. اي شيء ببص فيه بقول منظار، منظار بطن، منظار رحمي، منظار الانبوبه، دي بنعتبرها منظار. طب له اضرار؟ طبعا اكيد مفيش حاجه في الدنيا من غير اضرار، لكن بنتوقع ان اضراره اقل شويه، المضاعفات بتاعته اقل شويه. طبعا في اضرار من الهواء اللي احنا حطيناه، فاتنينا نتدرج لحد ما لقينا ان ثاني اكسيد الكربون اخف، والنيتروجين اخف، حاجات النيتروجين ده
بيمتص في الدم وبيروح وما بيسيبش اي اثر. وكنا كابتن الاستاذ مستخدم هواء الاوضه، يعني برضك مضاعفاته قليله. المهم ان احنا ندخل غاز عشان نفصل كل حاجه في الدنيا ليها مضاعفات، ممكن يعمل شويه غازات او ممكن تسد شريان او تسد وريد ولا تعمل حاجه بالنسبه للغازات. ممكن واحنا بنفتح والمشرط يجي بالصدفه على شريان، بس اكيد هيبقى حاجه صغيره لكن ممكن التحكم فيها. ممكن انا لو دخلت بالابره عشان ادخل الهواء ممكن برضك تلط في الامعاء او تجمع الامعاء او المنظار نفسه، عشان كده او الالات اللي اشتغل بيها. عشان كده احنا بنقول ان المنظار يحتاج الى تدريب، تدريب فتره طويله للاسف الشديد. ليه؟ لان بيحصل فيه نوع من الربط ما بين الايد وما بين العين وبين الدماغ وبين التصور، لان احنا بيبقى فيه جهاز زي التلفزيون كده بنبقى شايفين فيه كل حاجه بتحصل جوه البطن، وبنحرك ايدينا يمين وشمال وفوق وتحت وزي ما احنا عايزين على حسب الارتباط. بدأ يحصل فيه ارتباط ما بين حركة الإيد وبين الدماغ، وفي الحالة دي كل ما زاد التدريب كل ما قل المضاعفات. واحنا برضه ذكرنا ان انا ممكن اشيل حمل خارج الرحم بالمنظار. عموما المناظير في تقدم مستمر ومضاعفاتها اقل بكثير من اللي الناس بتعمل لها دعاية، ونتمنى ان شاء الله ان يبقى علم المناظير يتقدم الى اكثر من هذا، ونلقاكم على خير ان شاء الله.